دكتور علي، ازاي بنستفيد من وجودنا في هذا الاتحاد في اذاعه القران الكريم الاردنيه، وازاي بيتم الاستفاده من وجود كل هذه الاذاعات؟ احنا بنتكلم 57 دوله مشاركه في هذا الاتحاد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اسمح لي في البدايه اخي الكريم ان اتقدم وان ارفع اسمى معاني الشكر والتقدير الى مصر وشعبها العظيم وقيادتها العظيمه وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر موصول كذلك إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على حسن الضيافة وعلى هذه الدورة، دورة أسس المواطنة والسلم المجتمعي الذي عقد بالتعاون ما بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية وما بين وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية، وهي أكاديمية رائدة على مستوى الوطن العربي بل والعالم أجمع. حقيقة ما تفضلت به من سؤال يمكن أن تجيب عنه ثنايا ومحتويات الدورة التي عقدت وشاركنا فيها، حيث تمكنا من خلال هذه الدورة أنا ومجموعة عددها ليس بسيطا من مختلف دول العالم الإسلامي الناطق باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، والتقينا وتشرفنا باللقاء وأنت تلمذنا على يد عدد من كبار علماء الأزهر الشريف وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية، فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن أضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف، عدد لا بأس به من أساتذة الشريعة واللغة العربية كما تفضل أخونا الدكتور عمر قبل قليل، التقينا بهم وتحدثنا عما يحتاجه الخطاب الإعلامي الديني في هذه المرحلة التي يعني هنالك صورة مغلوطة للإسلام في هذا الزمان، أودت وترتب على هذه الصورة ما يعرف به الإسلام فوبيا، الخوف من الإسلام. هذا كله ناقشناه في هذه الدورة، وما يحتاجه الإعلامي العامل في قضية وفي مسار الخطاب الإعلامي الديني تحرير المفاهيم الخاطئة. ماذا يعني الجهاد؟ ماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية؟ صحيح. ماذا يعني قبول الإسلام للآخر؟ ماذا يعني رحمة الإسلام بالناس كلهم؟ كيف يتجسد قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هذه الرحمة ليست خاصة بالإنس فقط، بل هي تشمل كل الوجود، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم، بل هي تشمل المسلمين وغير المسلمين. ماذا يعني الجهاد؟ كيف يجاهد الإنسان هوى نفسه؟ كيف يجاهد بالكلمة الطيبة التي تؤتي ثمارها؟ كيف يقدم نموذج للداعية؟ كيف يدعو إلى دينه بسلوكه بأخلاقه، باعتبار أن الإسلام ليس كما يتوهم يعني البعض أو كما يروج أعداء الإسلام بأن أنه انتشر بالسيف، بل أنه انتشر بالأخلاق الحسنة. وتحدثنا عن هذه المسألة في هذه الدورة، كيف أن أكبر دولة مسلمة الآن في العالم وهي إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، كيف وصل إليها الإسلام من خلال التعامل الحسن للتجار الحضارم الذين وصلوا هناك إلى تلك مع أهل تلك الديار من حيث الصدق وتجنب الغش وما إلى ذلك، وكيف الآن المسلمون الذين يعيشون في البلاد الغربية كيف بإمكانهم أن يصبحوا دعاة إلى دينهم من خلال الالتزام بخلق الرحمة الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق الشريعة الإسلامية، ماذا يعني مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ بينا في هذه الدورة أن أغلب القوانين في الدول العربية والدول الإسلامية إما أن يكون لها أصل مستمد وتعتمد عليه في الشريعة الإسلامية، أو أن هذه المواد لا تعارضها الشريعة الإسلامية. حقيقة كانت دورة مفيدة، وأنا يعني خبرتي في مجال الإعلام الديني ليست بسيطة، ودراستي الشرعية
ليست بسيطة كذلك، لكن ووالله هذا يمين بالله إنني استفدت من هذه الدورة أيما استفادة.